بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. وحاينو كسر حجرني دروستي تحناها هاي كساب سنة كتاب كيني فتن أبي شجاع كتاب كاسو فقه مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. درسي قدام بيي وحاينو كسر هاد ليني وحوي قابك صلاة الجنازة لو تكادو أين صوت الماني أفر تكبيرات إن أي كتشيران تكبيرة دهورة ما الله أكبر دهورة فاتحة دل أخريو تكبيرة دل بعد ما الله أكبر دل بعدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثالثة صلاة الجنازة قفقوا أخرنا يدعى ليريد يا اللهم هذا عبدك ابن عبدك اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، فزد في إحسانه. دعا ذي بيريد نوع أهيد بين صوت الماني. ويدفن في لحد وحوي تأفرادنا وحلورنا يا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وله سلام ذي سنه. ويدفن وحلقاسي في لحد أو لحد كلاهما صحيح. وحلقاسي إيل مستقبل القبلة إسقو قبلة أتشيدة، ويسل من قبل رأسه برفق. مدحنا وحوي مدح وحوي لوسي بياوي. ويقول الذي يلحده يعني مدح وقلنا يا مدح وقلنا يا ومركا عين إلك دقية وحورنيا بسم الله مقع إلهي بان كردقي وعلى ملة رسول الله رسولك إلهي دين تيسين وان كردقي أيو أورنيا. ويضجع في القبر قفك وحالة شيفين يا قبرك بعد أن يعمق كدب مركي هوسلو قضي قبرك قامة وبسطة قامة وبسطة قف ديركي إيا لبدي سقع مود أو أساء تاغو إنت أي ليقيهين. ويسطح القبر قبر قنوى الله سيميا أو حوية لولك لقى مسر ريسين أيو ولا يبنى عليه قبر يعني لمدي سيو ولا يجسس سيدوك لي لمن نوردين أيو ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق ثوب. وحدي با تأملها إن قفكي لنتي لو أويو إيضو أن مريها اللتشيح جيحين لنا برورنين نبيك صلوات ربي وسلامه عليه مركي إنا كيسي إبراهيم أولنتي وأدبوك مروغو دي وحويري إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ذكر قاسو النبي صلى الله عليه وسلم تلماما إشوين إلمين إسو قلبي قمرقون إيو إلهي سبحانه وتعالى وح فالقر يمو يوح كالنا أنا نورنين إبراهيم وإنا نغتكتي أدبان قمرقون إنا أيو النبي صلى الله عليه وسلم يلي مركا إن لهم ميتكي أما قفكو إلما إيو وحد بات أملها هذه أنا برور أهين أما أن مريها لجحجحين. ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام أهل كيسي وحلو تعسي يضين إلى سدح مالمود من دفنه كدب آس كيسي.
وحيابها أن بنانين أو براروجين تأبهن وحكمدة ميتك أقل كي وكردنتي إن وحلقو كريو عسومد لسمايو دادك اللا إسوغو ييرو أرين تاسي وحي كردقان تهي إن آني تعسيب أهين أو مركا وحوي حفلات لديك يوم نبيك صلى الله عليه وسلم مركي أو غيريو دي أو لدلي إن أديركي جعفر بن أبي طالب مركي أو غيريو دي وحوي نبي صلى الله عليه وسلم وحوي الحديث كأورين أيها أبو داود يترمذي بن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال لأنه أتاهم ما يشغلهم وحو فري إن غير جعفر عنتل ديار سنلوغي الله سمايو سببت وامحي وحوي وح مشغولية أيا قدعي قويس كمركا إن عليس لسي سارو ما أهي وحوي عليس كإن لقد القاضو عنت ديار سنة لوغيوي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه وحأويلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة إن ميتك قرقي سيلا إسوغتكو عنتنا الله سميستو أو هل كان لغوح عنو وحانوك كترين شرنيب ويلي جرير بن عبد الله البجلي إني كم تهي برور ديق إني كم تهي ميت لو برورانا يو أوكالي يوحي الله إسكرها بإني كم تهي مركا قفك مركا يعيدي كدمتو إن عليس لسارو نقال بدن لبربوريو وحوية أرهم ونأكسن ماءها إن عنت ديار سلوغي وي إن عليس كوردن نقو إسكالا قد القاضو وي ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة لبقف هل قبر لقم وذا آسو هداني دني كيرين نبي صلى الله عليه وسلم مركي ودعي دقال كي أحد صحابه إلى تدبات مئي أبعد ماتي وهل كان لقود ليو شهيدي صحابة داس إن لو وذا آسو أغف والبقبر مدح بنان لوقوضو ويأت كي نبي صلى الله عليه وسلم كوح كوح بمركة اسو آسو وحونا لها إيل كأحجية أهل القرآن كويدتك القرآن كقراني انتا سبحانه قلنا قضي وحوهي درسي قدن بيهوهي كتاب الزكاة أين هل كان كبلا بينا درسي قلنا كتاب الزكاة أين اسمه كبلا بينا يجب وحوهي كتاب الزكاة زكاة وحي كم تهي أولا من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة شهادتين كي الصلاة مركا لغي مادو زكاة والركن الثالث من أركان الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم وحوي وقت جيسي أيا لسودتشي وحوي لفرض يالي علماء وحيت المامان زكاة عريسك أي إسلامك كل يضحي وحيابها تسنى يوحا كمد إلهي سبحانه وتعالى مركز تقو الصلاة لشيغو زكاة نوال غلمانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لبضبا وحي سويما دان إيغا أو مركا مقارنة أي لسعوتو أما استبتشو وقتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مركي حروب الردة أي دعان دادكي ردو بيقايب كمي دبا وحي لهايين لا ندفع الزكاة زكاة أيدي دناي أبو بكر وحيدي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إياه أو لقاتلتهم عليه يعني ثقل وليس كأي لا يضعي الزكاة يعني وحسهلا ماءها وحسهلا ماءها وي لذلك الشيخ كأقاتي من المسلمات تتكو أي قرانيان وجوب الزكاة نتاي أو من المعلوم بالدين من الدين يعني بالضرورة اللي أقيهي أي كم التهي المعلوم من الدين بالضرورة تجب الزكاة في خمسة أشياء زكاة هدب محي كواجبتا شنوع أي كواجبتا وهي المواشي ونوع كوبات المواشي
waxaa soo hoosgalaya geelii, lo'dii iyo arigii. والأثمان لعجها الذهب والفضة. وحاسو ينا صدحية الزروع وحيابها الله بيرتو. أفر وحاء الثمار مرها أصل كودن وحوية ثمرتا يعنب لبداسا أصل وح. هي عروض التجارة، عروض التجارة. انت سبه وحي كمديهن وحيابها الزكاه اي كواجبته حيابها الزكاه كواجبته اي كمديهن ان شاء الله بالتفصيل ايانو شيغينا ميد كاستا. فاما المواشي حيوانات كما حوله اينو راعنيني ارغي يا جيلي يا لودا لها ما هي كواجبتها. فتجب الزكاه في ثلاثه اجناس سدح جنسي كلي اي زكاه كواجبتها أو كمده منها إيه كمده، وهي الإبل والبقر والغنم سدح ذاك ليا أي زكاة كواجبتها قالي لأذي إيه وحوية أرقي أي كواجبتها. وإنو تلمامي دونا بالتفصيل بينو تلمامي دونا قالا إمي سأيو كزكا قويا وحوية شنها لعد مركو قارو أي زكاة لغوية شا أري لؤضة صدن مركة أي قاردو أي زكاة لغوية شا أري جينا أفرتن مركة أو قاردو أي زكاة لغوية شا. أقل من هذا العدد أما ترد أنت كي ربحان رانينا لا زكاة عليه. أقل من خمسة إبل وحوية زكاة لغوية لها، أقل من ثلاثين من البقر وحوية زكاة لغوية لها، وحكير أفرتن أريا وحزكاء لقم لهوي. زكذا لفظيا زكاة وحقو تسا باللغة العربية النماء وكبعنب محوفة إذا يا مركا قفكو مركا وزكائي صدقة بحين أيو مالكي سيبا كوكبعيا مالكي سيبا كوكبعيا كبر كوبيا ما نقصت صدقة من مال نبي صلى الله عليه وسلم أيه. ها يعني إن صدقة مال كنسقى مسوء يريسو مرنبه وحلف ليون ما أهوي وايه. وشرائط وجوبها شروط أي كوا جبت الزكاة ستة أشياء لحر مودوي شروط أس وحوي شروط أي كوا أنصح ذو وقفك الزكاة يسي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أي نقنا يسو لازم إني لغا هيلو وحوي لحدا شرط ان لغا هيلو وا لغا مارمان. الاول وحوي الاسلام قفكو مسلم يهي قال زكاه ما لغا ربا لا وحي او سميو عمل وناك سنه رب سبحانه وتعالى وحي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وحي شقيستان دنيدا صدقاتك الى بحان هيئات كان يوضان وحان السمينيان أوردن وحوي أدون كالغي أبعيني وحكترت لكن آخره وحبكم لها. لماذا؟ لأنه شرط قبول العمل الإسلام قف وإنه مسلم يهي سي عمل كالوغا أقبله وإنه مسلم يهي. شرط قال بعد وحوي الحرية قفكو إنه حرية هي أدون كي زكا ما لغا ربا مايا وايو حرية التصرف ما لها وحوم ما ملانكر إسا قال اللي هي وأدوم وأعيد كله مركا وبهنتبة وهنتب مركا لدون اللي يبين كره مركا. والشرط الثاني وحويه الحرية شرط قصد حاد وحويه الملك التام شيئا إن أدوه هنتضي أو ملكية داده وحان ملكية داده أهين أو كامقن تسأل أهان دينتي كامقن يتقف aad isleedahay qofkan dadka uu warwareejiya ama ma bixinayo zaka kama bixinaysid way gacantaada kuma jirto. waxaa kamid ah wixii aad cid kale wadaagtaan oo aan zaka gaarin milki taama ma jiro. ha waxaa kamid ah wixii aad cid u haysid oo aad ku shaqeynaysid oo cidaas lagu leeyahay adiga lagu ma lahaa yani mulkiyad dhamaystiran ma kuma lihid weey. ta saddexaad waxa weeye annisaab
inuu gaaro xaddi waxaan sheegnay xoolihii saddexda ahaa geelii iyo lo'dii iyo arigii imisay ku zaka gooyaan baynu sheegnay intaa haddaanay gaadhin zaka laguma laha weeye haa nisaab ayaa la yidhaahdaa xaddiga ay ku zaka gooyaan ayaa la yidhaahdaa nisaabka afar waxaa ah alxawlu in sanad ka soo wareegay sanadkanan waxaan mulkiyey shan ee waxa weeye geel ah sanadkan waxba layga qaadi maayo sanadka sanadkii yacni bisha bisheedii oo sanadka dambe ah haddii aan shantii geelaha haysto waxaa laygu leeyahay zako marka an yaxuula calayha alxawl ayaa shardi ah waxa weeye shardiga waxa weeye lixaadna waxa weeye assawmu xoolahani inuu yahay xoolo daaqtaga maxaa meesha ka baxay xoolihii la calfinayay ama aad quudinaysay qamadi siinaysay cuntooyin kale siinaysay waxa weeye iyaga zaka lagaama rabo intay kumanaan ha gaadhaan hadday doonaan mar haddii aad quudinaysid oo xayawaankan ama xoolahan aad haysatid aanay daaq tagayn waxa weeye zaka lagaama rabo weeye assawm waa lagama maarmaan inay yihiin xayawaan markaa iyagu daaq taga oo markaa wuxooda calafkooda soo hela tamaam halkan markaa milki tam waxaa isna ka baxaya addoonkii mukaatibka ahaa addoonkii tusaale ahaan lacagta loo qoray wuxuu yidhi waxaan rabaa anigu xorriyadaydii inaan iibsado dabadeedna waxaa la yidhi haye shaqo tag intaasoo lacaga markaad keentid xor baa tahay waqtiga uu markaa ku jiro fatrada uu ku jiro heshiiska noocaasa oo uu shaqaynayo waxaan uu addoonku leeyahay mulki taama ma haysto weli addoonkii waa la leeyahay waxa weeye mulki taama wuu ka baxayaa weye markaa shayga qofki inuu leeyahay oo mulkiya taama uu haysto ayaa meesha iyana ku jirta marka xayawaan foofa xayawaankan inay yihiin waayahay wa ama alathmaan shuruudaas waxaa loo shardiyaa waxa weeye wa mawaashidi mawaashidii iyo xoolihii aynu raacaynay intaasaa loo shardiyaa waxaan nidhi waxa weeye shardiga koowaad waxaan tilmaanay inuu yahay in qofku uu muslim yahay xorriyad uu haysto hanti buuxda oo isagu uu leeyahay ay tahay sanad kasoo waxa weeye ay sagagoys noqoto sanad kasoo wareego xooluhuna uu faafo wa ama alathmaan marka la yimaado lacagihii fa shay-aan laba lacagood ama laba nooc oo ka mid ah ayay zakadu ku waajibtaa aldahab waalfida waa dahabka iyo silfarka ama qalinka labadaa keliyay ku waajibtaa waana labadii lacagta laga dhigi jiray cahdiyadii islaamka oo diinaarka iyo dirhamku midna dahab buu ahaan jiray midna fidu ahaan jiray wa sharaa'iu wujuubi zakaati fiiha shuruudaha zakadu ay ugu waajibto dahabka iyo fidada waxa weeye khamsatu ashyaa iyana waa shan arrimood shan shardi baa laga rabaa ka koowaad waxa weeye alislaam qofku inuu muslim yahay alxuriya inuu xor yahay waxyaabaha dhaqaalaha ku saabsan oo dhani xoriyadu waa shardi waa shardi sababtoo ah qofku tasaruf iyo dhaqdhaqaaq buuxa ma samayn karo haddaanu xor ahayn hadduu addoon yahay waa in qofkii uu addoonka uu ahaa markaa uu idanka iyo ogolaashihiisa wax ku sameeya saddex almilku taam inuu si buuxda u hantiyey oo waxuu isagu leeyahay ay tahay afar annisaab iyana waxa weeye zakagoys inay noqoto inay zakagoys noqoto ayaa iyana laga rabaa weeye zakadeedu maxay ku noqotaa waa sheegaynaa zakadeedu waxa weeye labadaba waa tilmaami doonaa dahabkuna imisuu zaka ku gaadhaa fidaduna imisay zaka ku gaadhaa waa tilmaami doonaa waaye waxaan tilmaanay markaa shuruudii alislaam walxuriya walmulki taam waalnisaab walxawl ayaa ugu dambeeya sanad inuu kasoo wareego ayaa iyagana la rabaa sanad inuu kasoo wareego ayaa iyagana la rabaa
وايه واما الثمار مريه انت انا كجدبين زكذا لعقها لعقها زكذا وده وحا اي علمذو تلمامين اما ذهب كأي في الضضة وحوي لباتن مثقال إن أيهين لباتن مثقال إن أيهين ذهب كأصل وأه في الضضنا فرع وبيكتا حي وذهب كالغو قيمية ذهب علماء مكي قيمية وحيت المامين لحي سديتا قرام وذهب أي زكا قويس نقضا وحي كيري زكا قويس من نقضا وحابوس كاسوق لي وذهب كالغو قيمية لعقها هذه غفقة العق هايستو العق تاسي أي مدسة نضأه أي قعانتي سكوتشرتو قيمة أهان اللي سديتا قرام أو ذهب أي قويسو هان مرين يا قرام كذهب كوادا كنتون دولار ميلا حاميا قياس هان أي قويسو وحوية مدسة نضينا أي كسو وريكتي العق تاو هايستو زكا اللوغة باهين زكا اللوغة باهين هنا واللابا دبيع شن بقول كيبا وحي وهيستي 2.5 وي قيمها لقربو زكذا وايه 2.5% لابا بقول كيبا لابا دبيع شن بقول كيبا ها لابا دبيع شن بقول كيبا سكا لو فضوط باتكوسو ساري كرتا العكتا اذ هي ستدو حديقي ساهرتا لحية سديتن قرام او ذهب مكو قويسه هدي أي كو جويسو وحد سمعني سأنت أي ترددو تهاي أفرتن أقيبي أفرتن مركز أقيبي ست تردد صوب حلا وتردد زكاة الجولي وحن مرينا يا اللي حزدة جرام وذهب أدلي هذا بقول دولار مجاريسو بقول يتدوب دولار مياه طلب وحنا عاس بقول يوحي يرد دولار أي نقطة يسال زكاة دي دو سنة هد إن بالواحد سمعني سأنك سو قادنا ذهب ك جرام كيسونو كونتن يهي وحد كله فتح لحية سديتن كونتن كله هو. أوكي وحدو قيب ساعة أفرتن فوردو قيب أفر كون إيو بقول يتدوى دور سما وكوكا سنة كيوردن أفر كون إيا ديارات أضو هايستا إن لغو إلا هذو الزكاة بقول يتدوى دور الكلية مساكين تسي وحوية وحوين معه هي هي 2.5 إيه سيدهم بسو ساريسا هذا فوردو قيبي سيد إيه هذا تايمز 2.5 تيرا هذين و إسلا سيدهم بسو ساريسا ها إن ما كون دولار ها شلنا ثم دولار زمان ها وكوكا وكوكا واي مركا ثمن كي اما وحي لعقها اها ساسي نوغونا يانوي لعقتا ان زكادا لقا بحنين مشاهر كاقا زكا مكا بحنين سان كيف سيدي سؤال لعقتي جنوري اد شقيستي وح مكا هيسا يا مره دار دوحك ايه وحال الرباع ان سنه كسو وريغو وحان اديغو هايستا ان زكا قويس نقطو اي ان سنه كسو وريغو لبدا واينا تشا هدي هانتي دي اد غانتا كو هيست سالان سيفين بي كوغو جيرتا واد هايستا وحي غاداي ليفل كي اها ان اي كو قويسو 68 غرام ذهب سند وينو كسو وريغا سنة مالنتي أي هيركا قاعدين مالنتي إذا أصلنا كذا ما أمرك لا قاعدوا وحلقوا قول لي يا هاي إن 2.5 كميت الزكاة هانو بحسي هدي أن سنة كسو قاعدين كسو رجل أو أدعو نيسي لعكت هذا دون لواتنكم ما بيشها كسو قشو بيل بين نقونيسي وأتكلم بحنيسي وحلو ملكو ما دقمين زكاة لو ملها ها هذا واضح متاه وايه وأما الزروع زرعك وحل إلى هذا درت
وحويه مركا لا بيرو جيتكا ايو وحا كاسو غابا اسراعان تسالان برادو اوكلي برادو مركا لا بيرو اما سبولكا اوكلي مركا لا بيرو دي هادو مركا لا غورتو وخا كما هادان وخي كلا قشين بين نوقدان ها زروع بكوا ليدا هذا واما الزروع درتي اما ان لبيرنيي فتجب الزكاه فيها زكدو وحي كو واجبتا بثلاثه شرائط سدح شروطات ان لغهرو شرطي كوباد وحا وهي ان يكون انو شيغا لبيرتي او نوقدو مما يزرع مما يزرعه الادميون وح بني ادمكو او بيرتو وحي بني ادمكو او بيرتو وا انو نوقدو او لالا سو بخو فايده او جيرتو وحا ميشا كبخايا حدي جيد بنانكا او اسكي او غبخاي او وحا وهي اند ادغوبا تابان hawadi iyo biyihi dar ilaahay baa isaga helay waxa weeye ee sheyga zakka kuma waajibin sheyga zakka kuma waajibin weey marka bin aadanku waa wuxuu beerto waa inuu yahay labo waa an yakuna qutan wa inu nuqda wax la cuno oo mudakharan waliba la kaydsan karo wax la kaydsan karo waa inu nuqdo waxa ka baxaya waxyaabaha aan la cunin iyaga zaka kuma waajibto waxyaabaha aan kaydka gelinna iyana zaka kuma waajibto sheyga markiiba markuu soo go'o waxa weeye markaaba la isticmaalayo aan la dhigan karin isagana zaka kuma waajibto liinti waxaan ba kamid oo baashi tamaan dhabuubti maxay yaanyadi ba kamid ah waxyaabaha soo dhan waxa weeye وحيابها أن هاري كريم وي سدح وأن يكون نصابا وإنو نصاب قارا ونصاب كاسي وإمسا أنا زكا قويس محوكو نغنيا وهو خمسة أوسق وإنو شنوسقي وقارا ولا قشر عليه أن قلفتي آرين سارنين ووحت دو بغلو قرام ميلها قارا يا إنو نغلو مركام حاز كده قليا بريسكي أوكالي sanad kan ila sanad kadama uu gaari kara wala dhigan kara qamadigi ba gaaray ha haruurki ba gaaray waxyaabihi la beeranayay ee kaydka noqon karayay ayaa gaaray shayga marka qolof sare leh lowskiyo kale qolof sare u leeyay shayga qolof sare leh qolofta sare miisaanka qofka loogu madaray marka qolofta laga saaro shayga aan xumaanayn waxa weey marka qolofta laga saaro waxa weey saas loo miisaamayaa weey وأن قود نقضى وحلا عنا نقضى وأن وحلا كيت سنكرنا ونقضى وين وأما الثمار مريه ثمار وجيتك إسق إسكي أتاجن مرا السماية دبلنا هدو مرا كلا سماين كرا وحوي عن لشرين أما أصل بابين وين مريه فتجب فيها فتجب الزكاة زكاة وحيك جواتي بتاع في شيئين لا بعد يموت كهران شيء زروع ده أصل وحاؤه قمديقة إيا هيدا وباشي شعيرت الأورانجري لبدا سيحديث كشيغي علمادو حي كسو قاتين وحكستا أو تلمانتو دالي قمديقة إيا هيدا قابك لو استعمالان لو استعمالي كرو وحوي إسن الزكاة ويكوها جبيسا وي ويكوها جبيسا وأما الثمار مريه فتجب الزكاة في شيئين منها لبا الشيء أو كميد أهمرها أي زكا كواجبتا ثمرة النخل مريه تمرتا يتكا تمرتا اللي يراه دو مريه إيسا وانا مركا أي تمر نقطو انت أي بلاحة تحي لما حسابين أيو بلاحة وحوي تمرتو مكا ووهو الرئيسة أي سوق أدو بيا بذن با كتشيرا دبا دينا وعلاقا سارا بيها سوي كبحان رطب بين نقطها وحوي كير تلعسن لكن ولي بيا كتيران حدنا ويكسي بحدا مركز أي قلا شو بيتمر نقطها مركا أي تمر سو قاردو أي زكاة لقربا وثمرة الكرم أما وثمرة الكرم وحوي جيت كا عنبك وحوي مريهيس يجونا مركا الزبيب نقطان مراسي مركا الزبيب نقطان أي زكاة كواجبتها انت عينب كتهي وحوي بيه بدن بيلاد هاي
biyuhu markay ka baxaan oo zabiib noqoto ayaa iyana laga bixiyaa. iyaga markaa maxaa shuruud u ah? وشرائط وجوب الزكاة وحوية شروطها أي زكاة أقوى تبتو فيها إيجا وحوية أربعة أشياء وآخر شيء الإسلام وكو قفكون مسلمي هاي لبا الحرية إنو حرية هاي الملك التام إنو قفك سبو حدا أملكي إنو سبو حدا أملكي ملك التام حاكا بحيا العقبان هايستا العقتاس meel baan rahmad u dhigay yani deposit ahaan baan meel u dhigay milki taama ma u leeyahay mise uma lihi deposit ba meel iigu taala ciddaa haysata shuruudii aanu ku galay haddii aan jabiyo ama waqtigii aanu ku ballanay aan wax keeni waayo way ga dhammaanaysaa soo ma ha marka waxa weeye waa mulki taama uma lihi weeye والنصاب iyo inay zaka goys noqoto iyada maxaan laga lahayn oo aan laga rabin sanad inuu kasoo wareego lama rabo midhihii soo baxayay iyaga sanad inuu kasoo wareego lama rabo sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi xaqiisa bixiya maalinta aad gurataan maalinta ay soo go'do oo diyaar garowdo oo zaka goys noqoto maalintaasaa zakadeeda ka bixinaysaa intee in leeg bay zaka goys ku noqonaysaa waa ilaa 700 oo garaam culimada qaybtood 612 bay sheegaan qaybtoodna ilaa 700 iyo xoogaa ayay gaadhsiiyaan 652 ilaa 712 meelahaas ay adigu u dhaxaysaa wa amaa curuudu tijaara waxyaabihii laga ganacsanayay fatajibu zakaatu fiiha zakadu iyaga waxay ku waajibtaa بالشرائط المذكورة شروطه هرأي أن سوشيك نيو إسلام كأيو قفك إنو حرية لي هاي إيو إنو ملك تام لي هاي إيو إيه كوي أن سوشيك نيو لعقها في الأثمان شروطه دعي كوي جبتا صبرت وامحي وحلقا قنع صدو أسل كود وامحي والعق أسل كود والعق مركا لقيمية نمحا وحلقو قيمية العق بلقو قيمية مركا dukaanka marka aad rabtid inaad zaka ka bixisid horta sanadkan baad eegaysaa inuu zaka goys yahay oo qiimihii gaaray sanadka dambe waqtigiisaba qalab waxaan kuu saaran oo dhan aad qiimeynaysaa qiimaha uu noqdo haddii uu ka sarreeyo qiimihii zaka goyska uu ku gaaray ayaa 2.5 boqolkiiba ayaad markaa zaka ahaan ayaad u bixinaysaa weyn waayahay marka waan faahfaahinaynaa dhammaantood insha allah faahfaahin baan u gelaynaa faslun fii zakaati alibil si guudbu hadda wuxuu inoogu sheegay waxyaabaha zakadu ku waajibto faslun kanina baabu wuxuu u yahay fii zakaati alibil zakadii geela wa awalu nisaabi alibili sakagoyska ugu horeeya ee geelu uu sakagoys ku noqdo khamsun waa shan weeye wa fiiha hadaba shanta xaalaad ama shanta neef ee geela waxaa ka waajibta shaatun neef adhiya hal neef oo adhiya ayaa ka waajibta wa fii cashrin geelu haddii uu toban noqdo shaataani laba neef oo adhiya ayaa ka waajiba geelu hadduu lix noqdo maxaa ka waajiba weli neef keliya toddoba hadduu noqdo weli neef keliya intan dheeraadka waxaa laygama laha sideed hadduu noqdo ilaa uu toban gaaro toban bay laba noqonayaan toban ayay laba noqonayaan wa fii khamsa casharata waxa weeye shan iyo toban marka uu gaadhana thalaathu shiyaahin saddex neef oo adhiya ayaa ka waajiba weeye wa fii cishriin geelu marka uu waxa weeye labaatan gaadho arbacu shiyaah shan kasta adigu waxaa ka waajibaya waxa weeye neefkaa ka waajiba وفي 25 هذا شن إيه لباتن مركو غارو وحو غاري جيلي جيل با لغو بحنا يا أريو كتغي وحلغو بحنا يا بنت مخاض وحوي نيف لبتشر سنة دما يستي سنة كي لبات نقالي أو من اللي بيلي جيل نيفكو ورتقيلو يمسو كدالا وحقيل شرسو مراي مليدهي waaye
geelu 12 bilood ayuu qaadaa 12 bilood ayuu qaadaa looduna haye yaa isku dayay looda loodu dadkay la mid tahay waa 9 bilood weeyii waa 9 bilood arigu 5 bilood meelaha ayuu isna sidaa marka aynu nidaahno marka neefkan waxa weeye laba jir weeyii marka aynu nidaahno waxa weeye sanadkii labaad ba irmay waxa weeye riman tahay sanadkan way nuujinaysay sanadkii dambe waxa weeye uur bay qaaday inay dhasho bay ku dhowdahay neefkii bintu makhad saasa loo yiri hooyadii baa inay umusho ku dhow haddii aan luuqadda reer magaalka ku wada hadalno waxa weeye saasay noqonaysaa bintu makhad ina habar uurrey bay odhan jireen culimmadii hore marka ay kutubta sharaxayaan wafii 36 haddaba 25 halaad ama 25 geela ilaa 36 uu geelu gaadho waxba lagaama rabo ilaa 36 uu gaadho 36 markuu gaadho ayaa waxaa lagaa rabaa waxa weeye bintu labuun neef 3 jira markaa lagaa rabaa neef 3 jira ayaa lagaa rabaa oo waxa weeye hooyadii ay markaa ilmihii labaad ay nuujinayso weeye yaa صح أديار أوكوكا تكون آد بيجيل وتشعليه أرجع وحلقة يا با نيف كوي من هذا قشيد وحلقة يا با قف كلا أو حوله كوي ديست إن تسيسي لكن مركا نيف جيل عندن جدة كسر فوق أو حرارة كسر سعر لقوي راه ده مركا سبلاي كوي استعجيس وحن الرجال شن حالات مركو جارو أيو زكى جويس كون غضان شن إلى شن إلى واتن أنت أودا حيسا شن تي حالات بنيف بالغة ربا شن إلى واتن مركو جارو ها نيف أريا لغة ربا شن إلى واتن مركو جارو بعد جيل بحنا يسا جيل بحنا تي بعد بلا بيسا ها واحد مركو ركوب بلا بيسا وحوي نريجير أما وحوي نيف يرو وحوي لبشر سنة دم يستي سنة كلا واتن جلي ها وانا ددك وحلا بحنا يوم هي هدو كيف سدني كان او لعقت ديار او يهي دي بي ما جرتو ها انتو سي هدو قف كان ان حريتيسا او ديب او كا ايبيي واحد دباتا ما لها لكن زكدي انا كبخدا لغا ربا اسكا ها اني خرديسن دافتو ايا لغا ربا وي وايهي وفي 46 لحية أفرت النيف قيلا قمركو قارنا حقة وحوي نيف أفر جرع سدح دي سنذود لما يستي أفر سنذود قاري حقة ده معنى هذا وحوي وحي مضطي إن أوركو مركا أباهيو ووحوي ويويناتي وي وقال مركا ديار إن المقادة ديار حقة ليلة أفر جروي تاساك واتي بيسا وفي 61 لح إيو مركا كوبية لحذن مركا لقارو كوبية لحذن هالات وحكا واتبايا جذاعة نيف الكردع صدي نيف هاي الكردع صدي أيا كواتبايا وقالين شنشر وقالين شنشر أوهي كوبية لحذن مركو قارو وحكا واتبايا نيف الكردع صدي شنشر قالين الكدع ستي شنجر ايا كواتبيس ومركه لوو جيريا هي جيل وفي 76 لحيه تدبات جيل مركو غادنا بنت لبون لبو وحويه لا 3 جره لبا 3 جره ايا كواتبيه مركه هدا بو ادغتاي مركه لبا نيف ليرا اسرائيل ايا هو ادغتاي وفي 91 كوبيه 19 مركو غادنا حقتان لبا قال موت او مركا افر جره ايا كواجبيه وفي 121 مركا او غاړو waxaa weeye 120 ثلاث بنات لبون waxaa كواجبيه 3 نيف
أما سدح قال مود أيا كواتبية أو حوي إلا بشراء أيا كواتبية واي أنت ما لا فهمي عليه سدح شراء عفوا سدح شراء سدح قال مود أو سدح شراء بكواتبية هذا أنت أوحي كدم بيا شيخ نكوسي تري مرة بيوح الربع قاعدة أما خير جود إنه كسيه ثم وحيري ثم دبلنا في كل 40 أفرتن كستة أنت وحي كذا بيا أفرتن كستة بنت لبون وحكوا تبيا وحوي إنه هو يعان لي ولا بشركي وفي كل 50 كنت كستنا حقة وقال أنت شن شركة أهي بكوا تبيس ها جيلي هل كاسو كدافي وحوي الزكاة ديسي فصل في زكاة البقر كان نوحو باب يهي زكاة دي لؤضة وأول نصاب البقر لؤضة زكاة قويس كيدا أقوه الرأي 30 وصدن قال موض لؤضة لفتو ده قال ما ليلة ده أما اللؤاد صدن لؤاد وفيها وحكوا تبيا صدن كتبيع دبيبا كواتبية لبتشرع تبيع وحلو يري وحوي هو يدي سكدة بتشوجا لبتشرك مركوية هاي وكقلون يا الله دي كلنا مرة عيو وحوي مال كلنا مجرنا يا مركه هو يدي سكدة بتشوجا يا عن لقى علين كريم تبيع بالي ده وايه وفي 40 أفرت المركي اللؤذو قاردو مسنة وحا كواتب يسد حجر الكردع صديوي وعلى هذا أبدا فقس صد كستنا دي بقى يربى كواتب أفرت كستنا قال انت وحوي سد حجر أي كواتب يسو اللؤذة اللؤذو نساس يبقى أفضل ضحيبا قيل أقوها والبدن ماشي فصل كرنا فصل يباب حوية في زكاة الغنم زكاة أريقة وأول نصاب الغنم نصابك أما إنت أي كزكا قويو أريق وحاؤقوه الرأي وحوية 40 أفرت النف أو أريا وفيها وحكوا تبيسا شات نف أريا كوا تبيا وجذعة وحوي الكدع ستي أو من الضأن مكا إذاء أو ثنية أما النيف مكا الكبحي أو وحوي من المعز رياء هذا رياء كبحينا يسيدنا وإن جذعتها هدي آد أو الكدع ستي وحوي هدي آد كبحينا يسيد وحوي رياء هذا كبحينا يسيدنا وإن أي سو الكبحسي اما الكي ايو سو بحين وي الكي ايو سو بحين ايا لغا ربا واي وفي 121 افرتن الى بقول يكوب يلاباتن انت ادحيس وحي كو سو كردا ايغو معفوي افرتن بيكو زكا غويسي إلا إسك قويسك كلا أقارد وحوي وحود حياة وحدة باتاملها وفي 21 مركي أقارده وفي 121 بغل يكوب يلاباتن شاتان لبنف وأريا يلبولي هاي وفي 100 وفي 200 وواحدة لبب بغل ينف مركي أقارده أريه مركو بغل يهي وحليد هذا تيرو جيل ونمركو بقولي هاي وحلي إلى هذا يا غنى كذين ده لي إلى هذا كذين جيل هدي لي إلى هذا كذين ها أما ك سيد الله ولا واقبه بقول مركو يهاي وين الله ضم جرناي أنا الله ما دكان الله يكبديا واي مركب محن لي لباب بقول يكو مركو نقضنا ثلاث شياهين صدحنا فو أرياك واتبية وفي 400 أفر بقولوا نيف مركو نقضنا 4 شياهين بقول كستمركا ثم في كل 100 شاه
بقول كسته هل نيف على جربا بقول نيف أو كسته هل نيف آيات كبيحة نيسا نيف كاس هدو ريا يهينا والغوش يغي انت اوچيرو هدو إذا يهينا والغوش يغي انت اوچيرو ها وايه فصل كننو حباب ايهي في زكاة الخلطة زكاة حوله إصدفك أها حوله حاجرة لبقف إسلاليهين أو لا إسكدرو مركا لا إسكدرو هدي زكاة قويس أي إسلال نقضان وحوهيه وحوح اللوغة بحينا يا سيدا أي أكلاليهين لبدا قف قف با بغل كيبا تضباطا لقفنا بغل كيبا سدنبوليهين زكاة لبحينا يو بيرسنتج كاسي كسالة إسنانيسا هدي هاف إي هاف لليهي وحوهيه والا كاقيب سنة يا وحي لبحينا يو وايه خلطة أما إسكدركا وحا ليلة خلطة الجوار أي ليلة خلطة المشاركة معها وحل وذلية هي معها ووحل إسكدر صدي ولا إسكين صدي والخليطان لبدي شيء لا إسكدر أي يزكيان وحي كزك قويان أما اللي كزك بحيا زكاة الواحد حلق فوحلية هي أوكلة بسبعة شرائط تضبشر دمر خلقها له كو وحاء إذا كان المراح واحدا هدي حرض أي إسكميت هاي حرضا حولها لغو حريسان هدي حولها حول كستابة أي حركة صوبحان لكن هل قوسار ووضراع أو مركا صوب الداتشيو مركا لسو قاردان لكا لصوع وقلب حرضو دي يقرقو دي آدان وحوه يدي حول إسكو جراو ما وإن خرتحي حرو داقان لابو والمسرح واحدا فوف كنا هل كأيكو فوفان إنا إسكو ميتاهي فوف كانو حالوغلا جيدا حولوه أرورتي مركا أي صوبحان إنتا آن لكحين وماشي أي أداق تغيين لغيين وحاجيرا بناانكا اللي يرهو جيايو بناانكا يرا إستاقا هل كأيرا إسكا ورورييغيان إنا إسكو ميتاهي بالا ربائيانا سدح والمرعى واحد halka ay u daaq tagaan oo xoolahaasi ka soo daaqaana si isku mid ay uga daaqaan laba xoolo oo yaani laba arri ama laba geel ama laba lo'aad oo la kala fogeynaya aan ahayn waxa weeye dad la isku wada weeyo waa inay yihiin xayawaan la isku wada weeyo aan kaasina waa shardiga afraad saddexda shardi oo shardiga saddexaad saddexda shardi oo hore daliil adag oo ahadiith ama haystaan daliil adag oo ahadiitha ما هيستان لكن عقل جوكيان يا مرد لي والله إسكت درا إن ده واحد هداني وده جند والله إسكت درا لا مبارك درا لكن الحديث مركا كوسا أرثي وحوج ما هيستان والفحل واحد واحدة قاردنا إني مدي سنتها جيل هدي أو كتشرو وإن هل أو مركا أو جيلهم وده أباهي أو مركا كتشرو لا هذا سيدو كله هل دبي وإنه يعني تلعبه arigi sidoo kale waa inuu hal urgi ama waxa weeye waa inaan wuxu kala soocnayn waa inaan ahe wuxu kala soocnayn geela oo kale hadii laba baar qab kumooda jiri karaan oo wada qooqan ha iyaga is dilayaa awr kasta wuxu rabaa geelisa inuu ilaashado marka ay wadaagaan qoodha ayaa la oranaya labadan xoolo way isku jiraan wal mashrab waahidan waraab kuna inuu mideysan yahay weey halka laga soo wada waraabiyo iyo waqtiga ay waraab tagaan inuu mideysan yahay wal halib waahidan qofka yaani hadhubkana inay wadaagaan hadhub wadaag waa inay yihiin waa in hal qof uu la galaa oo caanihi aan loo kala soo ciinaan loodan anigana intayda caanaha iga soo lis adiguna intaada ka liso aanay ahayn caanaha laga wada keeno caana isku jira ayay waaye kugu u dambeeya waxa weeye waa mowdicul halbi waahidan goobta lagu maalo ama lagu liso xoolahana in ay marka ka mideysan yihiin todobada shardi hadii ay wadaagaan waxa la oranayaa xoolahani xoolo isku jira weeye kuna zaka gooya waxa weeye isku jirkii hadaanay shuruudaha wadaagin taa waa xoolo qof waliba inta uu leeyahay uu garanayo oo kala soocane قف ولي بزكا قويس مركي نقطو زكا دي ذهك لبحوي فصل كان ناس فصل إيا باب حوئيه في زكاة الذهب والفضة زكا دي ذهبك إيا فضة ذوي
fidadu waa silfarka ama qalinka weyn. Wa nisaabu dahabi, dahabku inta uu ku zaka gooyo 20 mithqalan, waxa weeye 20 mithqal weey 80 gram 80 iyo 6 80 iyo 5 ayay culimadu ku qiyaasaan gram oo dahab ah. Wa fihi waxa ka waajiba rubucul cushri, 10 meelood marka loo qaybiyo waxa weeye rubuceed ayaa ka waajiba, 10 meelood marka loo qaybiyo hal meel oo kamid ah. Wa huwa nisfu mithqal, wa huwa nisfu mithqal, waana waxa weeye mithqaalka barki. Marka inaga waxaan ugu filan mithqaal iyo waxba kuma xisaabsane eh inaynu nidhaahno waxa weeye waa 80 iyo 5 garaam ama 80 garaam oo dahab ah. 80 garaam, kitaabku wuxuu qorayaa 80, culimada qaybta 80 iyo 5 80 iyo 6 bay gaarsiiyaan waxa weeye oo garaam oo dahab ah weeye. Wa fii maa zaada bixisaabihi, wixii intaa uu zaka goyska ku gaadhay ka ziyaadsan waxa weeye waxa weeye xisaabteeda la xisaabinayaa, xisaabteeda ayaa la xisaabinayaa. Sharaxa Ibn al-Qasimka wuxuu tilmaamaa shuruudii hore oo xayawaanka isku jiray, qofka maalaya iyo goobta lagu maalayo iyo weelka lagu maalayo inay ka midaysan yihiin waxa weeye shardi xoogan ama daliil xoogan ay haystaan ma jiraan ayuu tilmaamaa kitaabkaasi. Intaa waxaan doonayaa inaan insha allah mulaaxada ahaan ugu daro. Dahabkii markaa waxaan nidhi 6 iyo 80 ama 5 iyo 80 ama 80, culimada inta ugu yare wax tilmaantay waa 80, kuwa ugu badanna ilaa 5 iyo 80 6 iyo 80 bay gaadhsiiyeen inta uu dahabku ku zaka gooyo waaye. Wa nisaabu lwaraqi, lacagtii iyadu imisay zaka goys ku noqotaa? 100 dirhamin, waa 200 oo dirham. Wa fiihi, haddaba 200 ee dirham, 200 oo dirham waa intii aynu sheegaynay waxa weeye nisaab alwaraq. Haddaad maqashid waa fidada, alwaraq waxaa loo isticmaalaa fidada. 560 waxa weeye garaam, meelaha weeye silfarka 560 garaam ayuu ku zaka gooyaa. Dahabkiina waxaan sheegnay 80. Wa nisaabu lwaraqi, waa fidadiiye waxay ku zaka goysaa 100 dirham, 200 oo dirham. Wa fiihi rubcu lcushri, isna sidoo kale waxa weeye 10 meelood marka loo qaybiyo rubuc ama 4 meelood ayaa ka waajibaysa. Wa huwa 5 daraahim, waxa weeye 5 dirham. Wa fii maa zaada bixisaabihi, isna wixii intaa ka siyaadan waxa weeye ka siyaadsan waxaa la samaynayaa xisaabtiisa ayaa la samaynayaa. Walaa yajibu, waxba kuma waajibaan. Fii lxuluyi, dumarku dahabkii iyo silfarkii ay ku xaragoonayeen almubaaxi ee u banaanaa dumarka zakaatun, waxa zakaa kuma waajibayso. Ragga haddii uu tusaale ahaan silsilad dahaba xidho ama faraati dahaba uu xidho oo ay zaka goys noqdaan, waa waajib, waa inuu bixiyaa zakadooda, sababtoo ah xaaraan bay ka ahaayeen xidhashadoodi, xaaraan ayay ka ahaayeen. Laakiin dumarku waxay ku labisanayeen waxa weeye zaka lagu malaha. Isagu madhab shaaficiya sidaasay mareen, laakiin culimo badani waxa ay qabaan waxa weeye dumarku wixii ay ku labisanayeen ee xaragada ahaa in zaka lagu leeyahay. Maxay u daliishadeen culimada qaybtood? Waxay u daliishadeen xadiid caaisha radiallahu canha wa ardaaha ay warinayso oo ay tidhi waxaa ii soo galay rasuulka sallallahu calayhi wasalam, faraa fii yadaya fatakhaatin min waraq, gacantayda ayuu wuxuu ka arkay aniga oo xidhan waxa weeye silver oo xidhan. Dabadeedna wuxuu yidhi, maa haada yaa caaisha, caaisha waxaan waa maxay? Waxaan ku idhi, rasuulki ilaahay waxaan u sameeyey inaan adiga kuugu markaa labisto oo isugu kaa qurxiyo. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu weydiiyey, zakadeeda ma bixisaa? Waxay tidhi maya. Wuxuu yidhi, naar iyadoo ah, yani xasbuka min annaar, naar miyaanay kaaga filay? Xadiidkaas
culimada qaybtood way daciifiyaan, Albani oo kale wuu daciifiyaa, laakiin culimada qaybtood baa qaatay oo tilmaamaya in zaka laga bixiyo inay tahay. Xadiid kale waxaa jira Camr ibn Shucayb can abiihi uu ka warinaya can jaddihi in haweenay ay nebiga sal slam ula timi iyada oo gabadh yaroo ay dhashay ay wadato, inantaa yarna ay sidatay, markaa labada gacmoodba ay dahab culculusi ugu xidhnaayeen. Nebigu sal slam uu yidhi atuctiina zakaata haada, zakada kan ma bixisaa? Dabadeedna waxay tidhi maya. Wuxuu yidhi ayasuruki an yusawiraka allahu bihima yowma alqiyaamati siwaarayni min naar, ma ku farax gelinaysaa in ilaahay labadan jijimood ama labadan bahalay la xidho in ilaahay naar kuugu bedelo maalinta qiyaame? Dabadeedna ay iska bixisay oo tidhi ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan u sadaqeeyey. Xadiidtaas culimada qaybtood waxay sixadooda ay markaa wax ka sheegaan. Culimada qaybtood waxay qabaan in zakada waxa lagu labista laftooda lagu leeyahay waxa weeye dahabka iyo fidada ah lagu leeyahay zako, laakiin de waa markay gaadhaan zaka goys noqdaan, qofka 100 gram iyo wax ka badan waxaad fara badan moogta waayahay. Gabadha ka waran haddiiba aynu qaadano ra'yigan odhanaya xuliyigii iyo labiskii mubaaxa ahaa zaka laguma laha, gabadha leh dhowr beer oo kala duwan oo midna xidhata midna isaga yaallo munaasabadaha keliya la soo baxda, ka waran al-afdal wixii caadada caadiga ah iyo dhaqanka caadiga ah inta dadku ku labistaan ka baxsan oo ziyaada ah qofku inuu zakada ka bixiyo wey, inuu zakada ka bixiyo wey. Dahabka iyo fidadu oo waxaad u adag wayna fiican tahay qofku inuu zakada iska la baxo wey. Xoogaa bay caadadii ka baxsan yihiin. Eeg alxuliyi lmubaax waxa weeye waxaa lagu eegaa gabdhaha la midka ah inta ay xidhaan sida caadiga ah. Haddii qofku dahab tin iyo cidhab ilaa halkaa uu isbuuxin karo oo aan idhahdo waaban ku labistaaba anigu, lugaha aan sa ugu tixi karo, gacantan kale ku tixi karo, qoorta ku tixi karo, maxaa la odhanayaa? Waxa weeye wixii caadada ka baxsan oo ziyaada ahi waxa weeye dee way ka baxsan yihiin xuliyigii mubaaxa, way ka baxsan yihiin. Marka dahabku waxaa wanaagsan qofku inuu zakada la baxo ayaa wanaagsan, aragtidaas aniga ila xoog badan. Laakiin culimada in badan oo ka midi waxay qabaan shayga ay gabadhu ku labisanaysa inaan zaka lagu lahayn wey. Faslun fii zakaati zuruuci waathimaar, zakadii midhaha iyo waxa weeye dhirtii la beeranayay ama zarcigii, waa waxa la talaalo iyo waxa la beerto. Wanisaabu zuruuci, zarcigii iyo wixii la beeranayay inta ay zakagoys ku noqdaan ama nisaabkooda waxa weeye, wathimaari iyo midhaha, khamsatu awsuq, waa shan wisqi. Waa intii aynu sheegnay 652 culimada ugu yari yidhaahdeen garaam weeye, culimada ugu badanina waxay gaadhsiiyeen ilaa 712 garaam ayay gaadhsiiyeen. Wa hiya 1600 ratlin ama ritlin bilciraaqi, waxaa ritligii baqdaadiga la odhan jiray waxa weeye waa 1600 oo rodol oo kii baqdaadiga ah. Wama zaada fa bixisaabihi, wixii intaa ka ziyaadsanna waa la xisaabinayaa wey. Wa fiiha in suqiyat bimaai samaa'i, kuwaas waxa weeye waa wixii kuu baxay haddii lagu waraabiyey biyihii cirka aw isayxi ama daadkii, waxaa lagu waraabiyey ama daad baa waraabiyey ama waxa weeye biyo waxa weeye roob ayaa lagu waraabiyey. Alcushru, waxaad ka bixinaysaa 10 meelood marka loo qaybiyo meel baad bixinaysaa. Wa in suqiyat biduulaabin, haddii aad wadaan ku waraabisay aw nadxin ama aad rushayn iyo markaa sayrid biyo lagu sayray aad ku waraabisay,
نصف العشر انت كلا بركيد بلغلي وحان يري تدوى بغل مركا اي قادة اغبادنان اي زكا قويس كون نغدان مريهي اي مركا درتي لبيرين اي قوت كاها محالوغلي اي هاي با اسويدين لي والا كلا قاضي حدي هولي كاقا شي او آد ورابي سي اما بم اي وحق الركبتي او بم كاسي ورابي اي او حوق آد قليسي وحالوغو يري وحاوية ان طبان ميلود مركا لو قيبيو وحالغا ربا هافكي حديث اد وحاوية ان نصف العشر بالغا ربا يعني ان طبان هافكيت بالغا ربا نصف بالغا ربا حديث اد وحاوية ان ادو وحبا هولا كولا هين روب كو ورابي داد كو ورابي وحاوية عشري ايا لغا ربا وي sawto markan kalena hawl ba ka gashay oo waxa weeye markana hawli ka ma galin faslun kanina baab wuxuu u yahay insha Allah isagoon ku soo gabagabeynaynaa fi zakati urud at-tijara zakada waxyaabaha ganacsiga loo bandhigo ama ganacsiga ah wa tuqawwam wa halqimaya urud at-tijarati waxyaabihi lagu ganacsanayay inda akhir al-hawl sanad ka gabagabadiisa ama dhamaadkiisa بما اشتريت به وحلو سويبيي ايا مركا لو قيميا محاميشا كبحيا فائده دي كما قيمين سيد ايو شيخ كليه ويخرج من ذلك انت انا وحلقا سارا ربع العشر و 2.5 كي ربع العشر و 2.5 كي لكن علماء حيحوجينيان إن شيء قيمها أمرك تاجين هاي لغو قيمين أيو أو أن لجرهي بين فإذا ديسي أن لجرهي بين لوضع قيمين أيو أن لوضع قيمين أيو أوكي قريبان لا يهتو صالحا قريبا وان كريا قيمها أمرك تشوغو وحوهي وقيمه زكذا ليو يلن أيو صالحا قريبا زكما لجرهبا كران أيها سواقشا ها باتي يا شيخ هي وكوكا غريغو مخو كوغو فديا كيرو كوغو فديا سوماها وخا كاسو غلا دخلك كاسو غلا وا كيرو كيرداسي سنه كما غادا مكو يعني بل الى بشيدي كلي او سنه كلا ما غاديسا مايا هداني غادين دي وخلو غو مالا حدا ديغتيد او اي قيمها غادو دبلنا سنه كسو وريغو هذا كالغوليه مركا ها ها بابور كان وتو لعق بيو جوغا 10000 شني 10000 20000 بيو جوغا واحد زكاه لا غمل ها غوري ان دغنهي وا لميد ها غوري ان دغنهي ان ليهي وا لميد وحيابا سودن وحا ويه زكاه لوغو ملها ويه او وحا ويه زكاه كاغ ما واجبيس ها دكان يا صح ها وكوكا دكان كان الا هو قلب قناعسي او اسبد بدلية سند كان هدي دكان كان وحير بيه لا وحير هدان ودا ايبيبا اني غارين 68 كي غرام ام 68 كي غرام دافكا اني غارين ديس كان لغو ملها كبر ير بابان هيستا ميل ير بان ميسر لا فريستا waxaa laygu malaha laakiin shayga markaan qiimeeyo haduu qiimahan ii gaaro ganacsina uu yahay bisha uu ii gaaray baan xisaabinayaa bisha illa bisheeda ayaan xisaabinayaa haa 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 dewa sax wasida la rababa waxa marka miiska ku saaran ayaad qiimeynaysa waxa uu ku noqdo ama bastada ku saaran ayad qiimeynaysa waxa uu noqdo ayad marka 2.5% ayad ka bixinaysa weyn waaye wama istukhrija min maadina maadanti dhulka laga la soo baxay dahab baa la soo baxay alaabtaas iyaga sakadoodu maxay noqonaysa haday waxa la soo baxay dahab iyo fidayhiin imiga dalkii dahab badan baa ka qarxayo buuraha lagu wada maqan yahay rag baa halkan uga tagay
وحوي وما استخرج وحي الله غلا صوب حدولك أو من معادن معدن معدن تاسو الذهب يا فضة يخرج منه وحلق بحنيا ربع العشر وطوب انت فايف كأن شاقني في الحال مركا للا صوب حبا سند ملا سوغيا مايا إن إزاكا قويس قادو إيا وحوين وكلم وحي آد لسو بحديد بطوب انت فايف عطا بحنيس ها ربع العشر أيا لغا بحنيا طوب انت فايف مركا بلغا بحنيا ها وايو وحوي ومعادن كورنا دي آن دايما لصو بحو أي إذا كم حاجة وشيء يا دايمًا وحلو لقوم الله دايمًا وأنا كقال سين إذا أبغي فضة صومها وحلو لقوم الله سببته أهل لبذا الجنسي لبذا الشيء إذا كده كوا تجبته والذهب كأي فضة ذكري ها كم هو تجبته ها معادن تكلوا لن لا ينومت إمامي لبدا سال يدي وزك كواجبتا لبدا ايا زك كواجبتا وي وما يوجد من الركاز حديب اديشيت كيد اسنا صندوق بقولال سنه كهر اي دد ملكو استين اياد بهشاي اسنا ففيه الخمس شن ميلود مكه لو قيبيو ميل اياد بحنيسا افرت ميلود وكلا ادا قادناي في الحال اسنا مركيبة والقولة سنة دلو كسوريه ما علمات ويكا لقيبيان هدبا كيت كرولك لقهلو كيت كمالكو آسنا اياد هشيد والاك لقيبيان هدي اياد اركتيد ماشان تسالهان لدد انقو هرريي او قالا عبابا لها وح اسلام نمتو سيا او كم موغدا مجيران ان دد كان دد مسلمين ماشاكو آستين وح تسيني مجيران وحلو قادنا يا سيدي حوله قنيمة ذا هايو كلي حولها قنيمة ذا محلو رنشري وحوية خمس بكواتبي خمس أي كواتبي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وكوكا آيادا سالمرين يا شن ميلوت بدو قيبين إيسا هل ميل وزكو أفرت ميلو كلينا عديقا إسكالي هدي تلمان تسينا يا إن ضد مسلمين ماشين أي دجنائين أما أيكو آستين مقعي إسلام ياد بكو أركتي مقع مسلم باتكو أركتي قرآن كده قرآن باتكو أركتي وحالو قادنا يا باب كي ضالة يوحي باردة أها والضافنا يسا هدي وح إسكيريهين وآني بدنين وحوي وقت يارو كفلان باد بافنا يسا هدي كلمة السنة ده أياد بافنا يسا حداد بافسيد او اد ويدد عدي لهيد وحويه مركزات وحد سمينيسا خمس كنت تكبحيسيد اياد علمات غيبت انه وحي الهدان وابد صدقيسان ايسا ما دام قف مسلم ولها قف كسد اصدقين ايسا قيبت انه وحي الهدان وادسك استعمالي كرتا ايو انت شن ميلادو قيبستو ميل بحيسيد اياد افرت كلام اسك استعمالي كرتا هلكا وحاين وقصر لما ذي زكذا قيبتي مالك اهيد وحاين ان شاء الله قلي دونا زكاة الفطر درسي ندن بإذن الله تعالى أي نكت المامي دون زكاة الفطر يقود أهان وحوي زكاة عدي لسيني زكاة عدي لسيني أي إن شاء الله درسي ندن بكوغل دون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا مغلين يا سؤالي درسي قد أحد يسير كشان سؤال بدني مجرد ها هذه صح صح وارد صح ها او دبن كيلو بدل لو ديغو صح 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 ان عالم الاسلامي انت ان مرمري صدح قابه وحلو اسا
أما سدح قاب حبالها اللوقضة قاب وقاب كينو نقاني إحبال بلاش تلقودي تشري دتنا إيل لنا عنه لنا عن بديك قبلة دقيقة مركا إيل كاللوغة سمين تشري قاب كاسي قاب بوها قاب كاللباد ميلها عيدو تشلي عسان تهي ميلها عيدو تشلي عسان تهي ها شيخ هذا قرال بان شاء الله شيخ نورا هذا قرال ان شاء الله سياش نغوس بدنك ان شاء الله سيانو اخري هذا يلا دي واي هبلها سؤال يسوي ديني ان قاب كان لباد وحا ويهي حباشي او لغا دغو ميلها عيدو اي جلسن تحاي او اني دونتو اي وحا لغا باقو دخدا وحا لغا قودا ايلكي برتمها لغا قودا دبدنا مركاسا وحا لا سارا أما جينغد أما وحون كلا لسارة وحوي سيدا سانا قفك لغو آسا وايه شيخ هذا سحوي إن قاب كسد حاد وحوي قاب كان هذا عن هل كنكو أرغنو وقبي يسوبر اسمها عادي قفك لغو آسا يو سيبر با اما سبت با لبد دينع با لغا دغيا اي حقي هوسبا دوشانا لغا ساريا تركي غن وان كو اركيو قاب كاسو كلا لو اسا هورتا هوشن وحي او نوقونايسا اصلكو حا وي ميد كان ان لا استرو اصلكو وا ميد كان ان لا استرو او ان حيوان انو كدبا تاغو او او لا سو بخو اما ديع كلبا او يمادو لغا الااليه وي هدي أي صورة قلتها يسدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت يجلس له أحسن شيء إن له أحسن ويفي عنده هدا أنا صورة قل أهين وحلو خصبيني هاي حد بس إذا له اللي كرميت كان استرادي سو اللي أنت سأل هو جيبه يس استرادي سقاب كله اللي كرو إن له هلا ومرك الله أستره أي إنه كو خصبناني ناوي مرك واحد بعته أمله سبته إيل كان إيه سمينتي سقاب كان الله سمينا يو وحوي و و و وح فني أهما أخذ وعيسى حبة رقن كإعادة يمر كمايش كجرته ووح وحوي وهجان سميسا عن إيجو هبله سؤال شيء يسوي ديان ما موينك تمام جيلا عن تلك جناعسي اللوغو تلاقي ملقي زكينيا وسؤال مهم جيلا وحوي تيردي هدي عاني سدب لو ايبيو هدي عاني سدب لو ايبيو اما انت وحب الله هيستان مربن نيف ان سيلد لغيو او مركا هيلب لغا ديغو واخ كاستا او جيلاسي هي هدي سندكو او كسو وريغو اسغو او تيردي زك غويسكا اه سندكي دنبه او كسو وريغو واخ لغا ربا زكدي عانهن لا ايبينايو لعقته لغا ايبينايو haddii iyada inta meel la dhigo sanad ka soo wareego qiimihiisa ka goyska ay noqoto iyadana zakaa laga raba hadii se maanta wala iska isticmaalayo aanu ba gaarin ba sanad bishaaba biilka ay noqonayso waxa weeye sidii manafacaadka kale looga cunayay ayaa looga cunayaa waxa weeye waxa lagu malaha laakiin geel ii geel ahaan looma kala qaadayo geelani ma ganacsi buu joogaa oo xaanihiisa la iibiya ama manafacaad kale uu leeyahay la iibiya iy hadii kala looma kala qaadayo weey arjeenaya in aan ka jawaabay hal arin aan ka soo reebaya hal arin ayaan ka soo reebaya xoolaha waxaanu nilay waxa shardi u ah inuu foofo oo marka xoolo banaanka soo daaqo oo cawskiisa qaa ilaahay abuurey marka soo daaqo u yahay xoolo kasta oo la quudiyo calaf baa loo dhigaa tusaale ahaan ama hadhuud iyo galley iyo waxba la siiyaa xoolaha la quudiyo wax zakaa lagu ma laha kun ha gaadho hadduudoon tiradu doon ha gaadho mar haddii kharashkaaga baxayo oo aad quudinaysid wax zakaa lagu ma laha waayo shuruudda waxaa ka mid ah neefkani inuu foofo ayaa ka mid ah insha Allah ha inuu de cawskiisa banaanka Ilaahay ka daaqo ayaa ka mid ah oo aanu adiga kaaga baahnayn quudin haduu quudin kaaga baahan yahay waxa weeye zakaa lagu ma laha
لح يسديتن جرام أو ذهب وحي جوية ها لح يسديتن جرام أو ذهب وحي جوية أو سند كسوريه أي زغل ولي إنت واضح مطه أي جزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإياكم يا رب.